السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقوم بتصحيح تمارين الصفحة رقم 67 من كتاب واحد العلوم الفيزيائية للسنة الثانية إعدادي. التمرين الرابع حمض الفوسفوريك. يحضر حمض الفوسفوريك ذو الصيغة H3PO4 صناعيا عن طريق تأثير حمض الكبريتيك ذي الصيغة H2SO4 على فوسفات ثلاثي الكالسيوم الطبيعي ذي الصيغة Ca3PO4-2 حسب المعادلة التالية. هذه المعادلة Ca3PO4-2 اللي هو فوسفات ثلاثي الكالسيوم زائد H2SO4 اللي هو حمض الكبريتيك كيعطينا H3PO4 اللي هو حمض الفوسفوريك زائد CaSO4. إذن أولا وازن هذه المعادلة. إذن هذه المعادلة هي غير متوازنة، يجب موازنتها. إذن أولا موازنة هذه المعادلة. إذن هنا غادي نلاحظوا بأن عندنا Ca3 وهنا عندنا Ca غير واحد. إذن هنا كنلاحظوا بأن هذا A هي مينيسكول يعني حرف صغير، وبالتالي هذه كلها هي ذرة. إذن ذرة ديال الكالسيوم. إذن Ca هنا كاين 3 وبالتالي هنا خصنا نضيفوا 3. إذن غادي نوضعوا هنا 3. 3 في 1 هي 3 بالنسبة للسيئة. لاحظوا هنا أنا بين قوسين، يعني هاد الذرتين اللي هما P اللي هو الفوسفور و O اللي هو الأكسجين بجوجهم مضربين في 2. إذا هنا P مضربة في 2 و 4 ديال الأكسجين كذلك مضربة في 2. إذا هنا P كاين 2 منها وهنا P كاين 1 فقط. إذا يجب إضافة هنا 2 مضربوا في 2 الجزيئة كاملة. إذا هنا بطبيعة الحال كنضربوا الجزيئة ككل. ننتقلوا للهيدروجين. هنا كاين الهيدروجين منه 2 وهنا الهيدروجين منه 3، وبالتالي هنا 2 في 3 هي 6، يجب أن نضرب 2 في 3 لكي نحصل على 6. إذا هنا نضربوا في 3. كذلك هنا كاين S اللي هو سفخ يعني الكبريت 3 في 1. إذا هنا كاين 3 كذلك هنا كاين 3 في 1 اللي هي 3. قلنا الأكسجين هو اللي كاين بزاف هنا. إذا كاين 4 في 2 هي 8، هنا كاين 8 ديال الأكسجين زائد هنا كاين 3 في 4 اللي هي 12، كاين 12 ديال الأكسجين. إذا 8 زائد 12 هي 20. إذا كاين 20 ذرة من الأكسجين. نشوفوا هنا واش كاين 20. إذا كاين 2 في 4 هنا كاين 8 زائد 3 في 4 اللي هي 12، 12 زائد 8 هي 20. إذا كاين 20 كذلك ديال الأكسجين، وبالتالي هذه معادلة متوازنة بهذا الشكل. إذا نضيفوا هنا 3 وهنا 2 وهنا 3. ثانيا حمض الفوسفوريك هل هو مادة طبيعية أو صناعية؟ طبيعة الحال قالوا أن هنا يحضر، يعني أنه كنحضروه في المختبر عن طريق تفاعلات كيميائية، وبالتالي هو مادة صناعية. إذا ثانيا حمض الفوسفوريك هو مادة صناعية. إذا هذا هو الجواب فقط، ما قالوا لناش على جوابك، لكن الا طلبوا منا التعليل يمكن لنا نضيفوا هذا التعليل هذا، لانه يحضر في المختبر عن طريق تفاعل كيميائي، كما انه يوجد في الطبيعه في بعض النباتات وكذلك في الاسنان والعظام بالنسبه للانسان. اذا هو حمض الفوسفوريك عامه هو ماده طبيعيه موجود في الطبيعه، لكن في هذا التمرين هو ماده صناعيه لانه تم تحضيره في المختبر عن طريق هذه التفاعلات الكيميائيه. خامسا حمض الكبريتيك. يتم انتاج حمض الكبريتيك ذي الصيغه H2SO4 في مجمعات كيماويات المغرب ماروك شيمي. اذا كاين واحد المجمعات، واحد المصانع ديال الكيماويات المغرب كيحضروا فيها هذا حمض الكبريتيك، ويعتمد في هذه الصناعه على التفاعل بين ثلاثي اكسيد الكبريت SO3 والماء بحسب المعادله SO3 زائد الماء H2O كيعطينا H2SO4. اذا باش نحصلوا على حمض الكبريتيك كناخذوا ثلاثي اكسيد الكبريت وكنضيفوا عليه الماء باش كيعطينا هذا المركب. يتم الحصول على ثلاثي اكسيد الكبريت. اذا هذا ثلاثي اكسيد الكبريت اللي كنستعملوه كذلك في الماء، كيف يتم انتاجه؟ انطلاقا من التفاعل بين ثنائي الاكسجين وثنائي اكسيد الكبريت الذي يحضر في هذه المجمعات بطريقتين مختلفتين. اذا باش نحصلوا على SO3 كاين طريقتين. تفاعل بيريت الحديد اللي هو FeS2. اذا هذا FeS2 كيتسمى بيريت الحديد الذي يجلب من مناجم قطارة بحسب المعادلة غير الموازنة التالية. إذا كاين FeS2 زائد O2 كتعطينا Fe2O3 زائد SO2. إذا هاد SO2 كنحصلو عليه عن طريق هذا التفاعل، ولا تفاعل الكبريت المستورد مع ثنائي الأكسجين. إذا الكبريت مع ثنائي الأكسجين كيعطينا ثنائي أكسيد الكبريت. أولا عبر عن مراحل إنتاج حمض الكبريتيك بكتابة المعادلة الكيميائية الموازنة المطابقة. إذا أول شيء يتم صناعة SO2 بطريقتين مختلفتين، ثم عن طريق الحصول على SO2 كيتفاعل مع ثنائي الأكسجين باش نحصلوا على SO3،
وهاد SO3 باش كيتفاعل مع الماء كيعطينا H2SO4 اللي هو حمض الكبريتيك. اذا كاين 3 ديال المراحل. اذا مراحل انتاج حمض الكبريتيك، المرحله الاولى انتاج ثنائي اكسيد الكبريت بطريقتين مختلفتين. اذا قالوا لنا كاين جوج ديال الطرق، كاين FeS2+O2 كتعطينا Fe2O3+SO2. اذا هنا باش نحضروا ثنائي اكسيد الكبريت. وكاين كذلك الطريقه الثانيه اللي هي S+O2 كتعطينا SO2. اذا مش حضرنا هذا، اذا هنا يجب موازنه المعادله الاولى Fe S2+O2 كتعطينا Fe2O3+SO2. اذا باش نوازنوا هذه المعادله كنضيفوا هذه الارقام التاليه. اذا بطبيعه الحال هذه كنديروها بحال ديال البوتان، لانه هذا يعني معادله اللي هي معقده شيئا. شنو كنلاحظوا؟ Fe كاين واحد وهنا كاين 2، وبالتالي هنا نضربوا في 2، غادي نضربوها في 2. 2 في 2 بالنسبه للاس اللي هي 4 غادي تولي، كذلك هنا كاينه اس 1 نضربوا في 4. هنا كنلاحظوا بان كاينه او 3 منها، وهنا 4 في 2 اللي هي 8 للاكسجين، 8 زائد 3 هي 11. باش نحصلوا هنا على 11 انطلاقا من 2 كنضربوا في 11 على 2 ولا في 5.5. اذا هنا كاين الكسر، كاين 2. اذا شنو خصنا نديروا؟ خصنا كلشي نضربوا في 2 باش يعطينا معادله متوازنه، باش نختزلوا يعني ب 2. وبالتالي شنو غادي نديروا؟ غادي نعاودوا نكتبوا المعادله مره اخرى. اللي هنا شنو غادي نلاحظوا؟ كاينه 2 ضربناها في 2 كتعطينا 4، 2 في 11 على 2 كنختزلوا ب 2 غتبقى 11، 2 هنا ما كاين والو بالتالي غتبقى هنا 2، يعني بحال اللي ضربناها في 1، ثم 2 في 4 تعطينا هنا 8، وبالتالي هذه المعادله متوازنه بهذا الشكل. هنا عندنا معادله متوازنه اصلا، اللي كاينه S+O2 كتعطينا SO2، الكبريت منه 1، الكبريت منه 1، اكسجين منه 2، الاكسجين منه 2. بعد ذلك عندنا انتاج ثلاثي اكسيد الكبريت. كيفاش كينتجوا ثلاثي اكسيد الكبريت؟ عن طريق تفاعل ديال ثنائي اكسيد الكبريت مع ثنائي الاكسجين، يعني SO2+O2 اللي هو ثنائي الاكسجين كيعطينا SO3 كيف ما عطاونا يعني في التمرين. كذلك هذه المعادله هي غير متوازنه، اس منها 1 هنا اس 1، ولكن هنا الاكسجين 2+2 اللي هي 4، وهنا كاين 3، وبالتالي هنا غادي نضربوا في 2 باش تولي عندنا هنا عدد زوجي اللي هو 2 في 3 تعطينا 6. غادي نضربوها في 2 لان اس ولات منها 2، كذلك هنا اس غادي تولي منها 2. 2 في 2 بالنسبه للاكسجين هي 4، زائد 2 هي 6، 2 في 3 هي 6، بالتالي هذه المعادله كذلك متوازن. ثم ثالثا انتاج حمض الكبريتيك. بالنسبه للحمض الكبريتيك عطاونا المعادله يعني في التمرين هي SO3+H2O كتعطينا H2SO4 اللي هي حمض الكبريتيك. المعادله هي متوازنه لان هنا كاين اس من 1، هنا اس من 1، الهيدروجين منه 2، الهيدروجين منه 2، اكسجين 3+1 اللي هي 4، اكسجين كاينه 4 كذلك. اذا هذه معادله متوازنه بهذا الشكل. ثانيا، ما الاخطار الناجمه عن هذه الصناعات بالنسبه للبيئه وما سببها؟ اذا شنو هي الاخطار اللي كتنتج لنا على هذه الصناعات الكيميائيه بطبيعه الحال، وما هو سبب هذه الاخطار؟ اذا ثانيا، من الاخطار الناجمه عن هذه الصناعات كاين تسرب بعض الغازات السامه مثل ثنائي اكسيد الكبريت وثلاثي اكسيد الكبريت، لان كنصنعوهم وممكن انهم يتسربوا ولا تسربوا، هما غازات سامه وكيلوثوا لنا الهواء، وهي غازات سامه تضر بجميع الكائنات الحيه كما تسبب في هطول الامطار الحمضيه. اذا حتى السبب ديالها انها كتعطينا امطار حمضيه نتيجه اختلاطها مع بخار الماء في الهواء. اذا فاش كتختلط هذه الغازات مع بخار الماء في الهواء كتعطينا امطار حمضيه التي تضر جميع الكائنات الحيه كذلك. التمرين السادس، عمود التقطير المجزأ. ضع في الخانات المناسبة مشتقات البترول التالية: القار، بوتان، بنزين، فيول، غازوال، كيروزين وميثان. إذا هنا في هاد الأرقام خصنا نكتبوا يعني هاد الكلمات، لكن أنا هاد الأرقام غادي نضعهم في تلك الكلمات. إذا هذا هو عمود التقطير المجزأ اللي كيتم خلاله فصل مكونات البترول، وهنا عندنا أرقام ديال داك المكونات ديال البترول. إذا شنو غادي نلاحظوا؟ أنه في آخر وحدة يعني في هاد السبعة غادي نلاحظوا كاين القار. طبيعة الحال هنا رحنا شفنا في الدرس ان القار هو رقم 7، رقم 6 الى مشينا شفنا تما غادي نلقاو الفيول، اذا الفيول هو رقم 6 هو اللي كيجي موراه. حنا غادي نبداو من التحت وحنا طالعين. كذلك هنا 5 كاين الغازوال، هذا هو 5 هو الغازوال. رقم 4 كاين الكيروزين، 4. اذا من الغازات اللي هي ثقيله حتى الغازات، ولا الزيوت اللي هي ثقيله حتى الغازات اللي هي خفيفه. 3 غادي نلقاو كاين البنزين،
هي 3. ثم كاين البوتان اللي هو 2. ثم كاين الميثان هو اخف هذه الغازات. التمرين السابع هيدروكربورات غازية. نعتبر الغازات التالية: غاز الميثان، غاز البوتان، وغاز البروبانين. هذه الغازات اولا نحدد مصادر هذه الغازات ومجال استعمالها. ثانيا هل هذه المواد طبيعية او صناعية؟ اذا هذه الغازات شنو هو المصدر ديالها؟ المصدر الاساسي ديالها هو البترول، اذا هي من مشتقات البترول. كذلك يمكننا نلقاوها في الغاز الطبيعي اللي كاين في باطن الارض. مجال استعمالاتها بطبيعة الحال حنا كنستعملوها يعني اما في الطبخ ولا كنستعملوها كمحروقات يعني من اجل الصناعة. كذلك يمكننا نلقاوها كذلك في وسائل النقل. اذا اولا من اهم مصادر هذه الغازات انها من مشتقات البترول عند تقطيرها في برج التقطير، كذلك نلقاوها عن طريق تقطير البترول. كذلك من الغاز الطبيعي الذي يستخرج من حقول الغاز في باطن الارض او تحت قاع البحر. استعمالاتها اذا خصنا نذكروا الاستعمالات، استعمالاتها اذا كنلقاوها مثلا في الطبخ، كذلك المصانع، كذلك هنا يمكن نلقاوها في وسائل النقل، كذلك في الفلاحة. إذا يتم استعمال الغازات من أجل يعني السقي في الفلاحة واستعمالات أخرى. طبيعة الحال هذه المواد هي طبيعية. علاش؟ لأنها كتجينا من مصادر طبيعية. مشتقات البترول ولا تقطير البترول هو تحولات فيزيائية، وبالتالي هنا هي مواد طبيعية. كذلك يمكن أن نستخرجها من باطن الأرض وهي مواد طبيعية. التمرين الثامن أخطر الهيدروكربونات. تحمل القارورة التي تحتوي على هيدروكربونات مشتقات البترول العلامة المدرجة جانبها. إذا هاد العلامة يمكن نلقاوها في بعض القارورات التي كتحتوي على هيدروكربونات. وشنو هي الهيدروكربونات؟ هي المركبات التي تحتوي على الهيدروجين والكربون. علامة تدل هذه العلامة. إذا هاد العلامة شنو كتعني لنا؟ كتعني لنا بأن ذاك المادة هي قابلة للاحتراق ولا قابلة للاشتعال ولا سريعة الاشتعال. كذلك يمكن أنها تكون محرقة. إذن تدل هذه العلامة على أن المادة الموجودة في القارورة قابلة للاشتعال أو سريعة الاشتعال، يعني دغيا كتشتعل إذا كانت واحد المصدر ديال الحرارة. تاسعا ملوثات الهواء ومصادرها. يمثل الجدول التالي بعض ملوثات الهواء. هنا عندنا بعض الملوثات وهنا المصادر ديالها، بحال مثلا ثاني أكسيد الكربون، الاحتراقات ووسائل النقل، الميثان كيجينا مروث الحيوانات المجترة، كلورو فليو كاربور السي اف سي كيجينا مدارات التبريد، اكاسيد الازوت كتجينا من الاحتراقات ووسائل النقل. اذا ما هي الاجراءات الوقائيه اللازم اتخاذها للحد من تلوث الهواء؟ شنو هي الاجراءات اللي خصنا نديرو؟ كاين مجموعه من الاجراءات الوقائيه بطبيعه الحال كيف ما يعني شفنا في الدرس، وكذلك يمكن البحث عنها من خلال الانترنت. اذا كجواب على هذا السؤال، الاجراءات الوقائيه اللازم اتخاذها للحد من تلوث الهواء: اولا استعمال مصادر الطاقه النظيفه بدل المحروقات. يعني في عوض ما اننا نستعملوا البنزين ولا نستعملوا الغازات اللي هي محروقات من اجل توليد الطاقه، كنستعملوا مصادر اخرى ديال الطاقه النظيفه بحال الطاقه الشمسيه والطاقه الريحيه الى غير ذلك. فحص السيارات بصفه منتظمه للتاكد من استهلاك الوقود بشكل سليم. اذا كاين بعض السيارات الى ما درنا لهاش الفحص ودرنا لها المعالجه، ممكن ان الاحتراقات الغازات اللي كاين فيها ولا المحروقات ممكن ان تكون بشكل غير كامل، وبالتالي كتعطينا مواد اللي هي سامه ولا غازات اللي هي سامه. استعمال سيارات كهربائيه ما امكن، وكذلك استعمال وسائل النقل العموميه او الدراجات الهوائيه. اذا كذلك يمكن لنا نستعملوا السيارات الكهربائيه اللي ما كتعطيناش دخان ما كتعطيناش غازات، ولا كذلك نستعملوا الدراجات الهوائيه اللي حتى هي ما فيهاش محروقات، او استعمال وسائل النقل العموميه، وسائل النقل الجماعيه بحال مثلا الطوبيس ولا الحافله، من اجل يعني اننا ما نستعملوش سيارات كثيره. علاش؟ لان تلك الوسائل كيجتمعوا فيها بزاف ديال الناس، ماشي ان كل واحد كيمشي في سياره بوحده وكيعطينا غازات اللي هي كثيره. استخدام التكنولوجيا الحديثه في الصناعه خصوصا بالنسبه للصناعات الكيميائيه والتي تعتمد على المحروقات. اذا كذلك هنا في هذا الاجراء يمكن لنا في الصناعه في عوض ما نستعملوا المحروقات نستعملوا يعني بدائل ديال هاد المحروقات. جمع روث الحيوانات وحرقها في افران خاصه من اجل توليد الطاقه. كذلك روث الحيوانات اللي كيعطينا غاز الميثان اللي هو غاز كذلك سام ولا ملوث للهواء، يمكن لنا نجمعوا داك الروث ونستعملوا داك الغاز الذي ينتجه من اجل يعني توليد الطاقه، وكنستعملوه في افراد خاصه وفي اماكن اللي هي خاصه. اذا كان هذا تصحيح تمارين صفحه 67، نتمنى انه يكون فهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.